صباح الورد مشاهدينا مع هاي المناظر الجميلة والألوان. يعني حكاية الريش دائما هي مستمرة بأروع فقرات أو تفاصيلها اللي هي دائما بتمثلنا الريش الذكية والمحترفة، يعني أجمل المشاعر الجميلة من خلال الاستعمال بذكاء لحتى تجسد فن حقيقي هو فن الرسم يلي هو من أجمل الفنون. طبعا هذا الفن هو اللي بينتقل فيه الفنان أو بينقل مشاعره إلى البياض فيخلق عوالم وحياة بريشته والتي قد تكون ساحرة وتدغدغ مشاعرنا الدفينة. اليوم معنا فناني رقيقة، طبعا ضيفتنا رح تكون بهاي الفقرة، طبعا هي عشقة الفن واضح تماما من خلال اسلوب رسمة ومن خلال اسلوبها باستعمال الريش والالوان اللي رح نتعرف عليه اكثر، هي الفنانة سماح زرزور. يسعد صباحك سماح واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الورد. اهلا وسهلا فيك. والطاقة الايجابية لانه بتعطي الالوان فعلا طاقة. شكرا لكل هالحب اللي اعطيتينا اياه برسمك. موضوع الرسم بالذات انت سماح هو يمكن فطري، يعني نحن بنشوف الطفل اول شيء بيعمله بيقعد بيرسم بالالوان وبيعمل وبيخترع اشكال معينه، ودائما اول مره هي بتكون عالقه بذهن اي شخص باي تجربه. ايمت اول مره فعلا حسيتي حالك انه انت رسمتي لوحه بتعتبريها خرج تنعرض وبينقال عنها هي لوحه فنيه او تشكيليه؟ هلا انا بلشت الرسم من انا وصغيره، كنت ارسم شخصيات كرتونيه اذا هيك حبيتها. بس لما كنت بالابتدائي كنت بمدرسه بسعوديه كانوا يهتموا كثير باللوحات الحائطيه. تمام. كنت مستلمه الخط النسخ والزخارف، يعني من صغري برسم باللوحات. بعدين كيف صار طورتيها، يعني كيف صقلتي هاي الموهبه؟ هلا بصراحه بعدين تركت، يعني ما بس قطعتي فترة يعني عن الرسم؟ ايه بس من 4-5 شهور بالصدفة لقيت مرسم قريب. قلت له انا بعرف ارسم وحابة اجرب. حلو. عم بتشكر المدام رفيدة والانسة نانسي انه كثير ساعدوني وامنوا لي المواد. من وقتها يعني 4 شهور تقريبا 5 بلشت ارسم هدول اللوحات. يعني كانت الموهبة فينا نقول دفينة بس رجعت براعمة تنبت كلياتها من خلال التوجيهات اللي اخذتيها يمكن، او من خلال انه لقيتي بنيه، يعني صار في بنيه تحتيه لهي الهوايه فرجعتي اسستيها من جديد وظهرت وعادت للحياه من جديد. ما هون بدنا نسالك عن اهميه معناتها الانتساب لمعاهد الرسم والفنون، قد ايه من الضروري انه يكون الموهبه او الهاوي فعلا يكون عنده هذا الخط الاكاديمي بهاي المعاهد؟ هلا هو طبعا وقت تكون الشغله عن علم ومعرفه بتكون احلى واضبط، يعني بس انا ما صح لي انتسب يا معهد، كانت الشغله عباره عن موهبه وبالصدفه، بس طبعا ناوي اكملها كدراسه ان شاء الله. حلو حلو كثير. يعني موهبه وهيك لوحات. ما بعرف احمد نبلش نستعرض شيء من رسوماتك ونحن عم نحكي انسى سماح؟ رح نستعرض هاي اللوحه الجميله الوانها، يعني خبرينا اكثر، يعني كانه انت بتركزي هلا بكل اللوحات شفناهم في موضوع اللون الصارخ، موضوع الالوان القويه اللي فيها حياه مركزه عليه اكثر مشرقه. ايه يعني بتحبي انت هذا النمط من النوع من الرسم؟ ايه هلا انا وقت بحب الالوان بحس تعطي تفاؤل وفرح يعني، بس نعم. انا بشكل عام بحب ارسم المراه لانه بحسها مصدر جمال بشعرها وانوثتها يعني. تمام. ايه وبحب الورد. انا شايف هون في يعني مراه وطبيعه، في نحن عندنا هون هاي الورده الالوان اللي استعملتيها يمكن احمد لازم تعملها بالعرض او شيء، على ما يبدو بتتاخذ هي بكذا اتجاه بصراحه، ممكن هيك ممكن هيك، يعني بترجع هي. تمام. الحريه للناظر خلينا نقول كيف ممكن يتخيلها. شو نوع الالوان اللي مستخدمه الاكريليك؟ تمام. هون يعني مراحل الرسم مثل هيك لوحه مثلا انت عم ترسمي شيء من الطبيعه سماح، فبتعتمدي على الصوره المخزنه بذاكرتك ولا بتستعيني فعلا بتفاصيل حقيقيه بمثالنا بهاي الزهره مثلا؟ هلا باخذها بتفاصيلها من الصوره، بس طبعا بعمل تعديلات كالوان يعني بحب ارسم الشغله بس اللي بحبها يعني. حلو كثير. قد ايه بالضروري معناتها يكون في شغف او تفاعل بين الرسام والشيء اللي بحبه كمان؟ هذا مصدر الهام. هون مصدر الالهام يعني. كمان انت عم تركزي كثير، طب ليش اهتمامك برسم المرأة؟ لانه هي مصدر جمال كل شيء. الجمال والالهام يمكن. طبعا. تماما. الالوان واضح تماما انه في جرأة باستعمال الالوان وفي قوة حتى. صحيح. باختيار الالوان، يعني عم تداخلي الابيض والابيض من الصعوبة ان احنا انه استخدام اللون الابيض ممكن انه يعني يدخل على درجات الوان ثانية، فكيف عم تتحكمي بهاي النقطة تحديدا؟
هلا بالرسم بشكل عام بده هدوء، بده هيك مزاج معين لحتى واحد يقدر، وبده مغامره يعني كمان حلو الواحد يجرب. هون انتقلنا للالوان القاتمه نوعا ما، كانه فيها هاي هيك كمان ضبابيه حزن ما بعرف كيف اخذتينا سنه جو ثاني. كمان بدنا نسال عن الالوان، قديش انعكاس الحاله النفسيه للرسام على اختيار الالوان والموضوع ممكن يلعب يعني دور بخلينا نقول بتجسيد حقيقه الرسمه ويعني مصداقيتها اكثر. يعني هون شو كنتي عم تحسي لما رسمتي هاي اللوحه؟ اكيد يعني هي عايشه عالم ثاني تماما. في هيك تامل. رح نشوف في لوحه كمان. نشوف كمان. ما بعرف سماح اذا انت بتعتمدي على موضوع ال هون نحن عم نشوف كانه في امومه بال تمام. هاي الصوره بتحكي قصه يعني انه في صور لها موضوع معين لحالة. لسه ما شاركت بمعارض ابدا سماح؟ لا لهلا ما شاركت، بس كثير ناس عرضوا علي يشتروا لوحاتي. لا حرام. بس شوي انه حاسبك كثير لانه مثلا انا قلت لك تحت الهواء انا اول حدا بدي اشتري لوحه لانه عن جد كثير حلو. حرام فعلا ما تنعرف في تفاصيل وخطوط فعلا يعني ناعمه وخطوط يعني دقيقه بس معبره كثير كثير وعم تعطي ملامح كثير قويه. يعني لك هلا 4 شهور عائده للموهبه لعالم الرسم، يعني طموحك لقدام يعني شو انت هلا عم ترسمي لوحات وعندك مجموعه كبيره، يعني الخطه المستقبليه شو هي؟ يعني شو عم ترسمي هيك؟ اكيد في هدف معين، في خط انت ماشيه فيه، لوين يعني فينا نقول؟ مبدئيا ان انا عم بتدرب هلا، بس اكيد مفكره اني شارك بمعارض يعني اكيد لازم ضروري. طيب اكيد سماح، ما بعرف يعني اكيد انت على اطلاع بموضوع الفن، المدارس، اذا في فنانين معينين بتحبي انت تكوني مثلهم او تمشي على خطاهم، بتفكري بموضوع انه انت تلتزمي بمدرسه معينه ولا لا تاركتي الموضوع عفوي بيكون افضل يمكن؟ ما بعرف كيف بتفكري انت. لا هلا انا تركتها بشكل عفوي، ما متاثره بحدا، بس طبعا في كثير فنانين رسامين سوريين مدارس مثل احمد معلا والياس الزيات وادهم اسماعيل، بس تمام. يعني بشكل عام لا ما حاطه مو حاطه ببالك. طيب هلا ما بعرف، نحن خبرتنا العصفوره انه انت بتعزفي كمان يعني بس طلبت يعني مو كثير. طيب كمان خبرينا قديش مهم تكوني تمام يعني مطلعه على كل شيء بالفن سواء رسم او عزف، يمكن كمان هذا الشيء بيساعدك بلوحاتك؟ اي ممكن، انا كله له هيك جو معين. هلا هي اللوحه بالذات انا كثير بحبها لانه لقيتها على انستغرام وكانت عم تحكي عن قصه حلوه، دغري رسمتها صورتها ودغري رسمتها لانه كثير حبيتها. هلا هي بتوحي بكثير مواضيع، ممكن تحكي عن الصداقه، الاخلاص، الوفاء، واضح تماما انه هن شخصين مسنين مسنين اثنين يعني، ففي قصة بتجمعهم. مخرجنا عم يقول متزوجين ولا لا هدول اكيد في قصة بتجمعهم، يعني هاي القصة اكيد ابعادها انسانية كتير، وبالتالي واضح تماما من خلال عكسك لهاي الابعاد ولهذا المفهوم والمعنى والقيمة التربوية. قديه بتعتبري انه مصداقية اللوحة وقوتها بترتبط بمدى مصداقية الفنان اللي عم يرسم لحتى يخلق بالنهاية موضوع فعلا هذا الموضوع يكون يوصل رساله بنظره واحده للناظر يعني او للذواق؟ وطبعا في لوحات لحالها بتحكي، واكيد يعني انا بدي ارسم لوحه بكون كثير حاببتها والى موضوع معين يعني. نعم. هلا اي بقى هيك تمام. نرجع للملهمه ملهمه سماح يلي هي المراه. هاي يعني بتحسيها انه هاي مو من ثقافتنا مثلا؟ يعني انه ما بعرف يمكن بتحسيها هيك مرأة فرنسية من الخمسينيات فرنسية مثلا، اوروبية بشكل عام ستايل تماما نظرة التأمل يمكن هون، او انه في شيء يعني شو كنتي سألتك شو قادرة بدك توصلي انت من هاي؟ حسيت انه خرج هيك عروض ازياء هيك اجواء معينة بس اجت ببالك ورسمتيها او اخذتيها من صورة بس تمام بس انه حسيت انه يعني كمان فيها نسة معينة تمام. سماح ايو اصعب بتشوفي انت رسم المناظر الطبيعية او اجزاء من الطبيعة مثل الورود والى اخره، ولا الرسم الانسان بشكل عام جسد هلا طبعا الانسان اصعب لانه في تظليل، في لون الجلد بيكون كثير صعب انك تعمل له مفروض تكون تحسي اللوحة حقيقية تمام وتحكي أكثر تمام، ظل ونور ويكون المقاسات ضابطة بين الرأس والجزء. أما أنا صحيح. بالنسبة لي هاي اللوحة كثير بعشق مثل ما كتار ناس بيعشقوا اللوحات الطبيعية، غروب، ألوان دافئة، يمكن بهذا خريف كثير تشبه بهذا الطقس تماما بهذا الطقس أنسب شيء هاي اللوحة، جميلة جدا هاي اللوحة. كمان هون أخذتينا ل يعني منظر طبيعي ساحر.
ما بعرف شو تعليقك على هاي اللوحة، يعني كيف اجت الفكرة؟ كمان من خيالك الصرف هاي ولا كمان لا استعنتي؟ لا، هي شفتها كصورة مصغرة يعني، بقى بس حسيتها كثير حلوة، ألوانها مريحة كثير للعين وهيك، وفيها قصة معينة. انه قديش اخذت معك وقت سماح؟ هلا في لوحات تاخذ ساعات، في لوحات تاخذ ايام، بقى حسب. هي تقريبا شي يومين تماما. انا ملاحظ في هون مثل طيور مهاجره وفي بومي مثلا، هلا انا في درجات الوان طبعا. تماما تماما. يعني لما انت شوف حتى طريقه التظليل، انعكاس الضوء تماما. حلو كثير يعني فكره التظليل ودرجات مثل ما عم تحكي بدور وانعكاس الاضاءه، جميل جدا. تعاملتي انت شي مره مع اطفال؟ حاولتي تعلميهم شي مثلا؟ احتكيتي معهم مثلا؟ هي ممكن بنتي الله يخليك، انه بتحب كمان الرسم. قديش من الضروري معناتها الهاوي الرسم والفن، انه اذا في اطفال بالعائله انه فعلا يهذب لهم سلوكهم، يستخدم الفن كمنهج لتربيتهم، لتغيير عادات، لخلق عادات معينه؟ كيف تنظري لهذا الجانب، انك تستغلي موهبتك وفنك بعمليه التربيه؟ طبعا هلا تعلمهم اول شيء بتعبي وقتهم وبتخليهم يفكروا ويدوروا على شغلات حلوه يرسموا. صحيح، بهذا الشيء كثير لازم يعني للاولاد، يعني بفرغوا كمان طاقاتهم. اذا انا يعني احيانا بكون من فعلي برسم، بتفرغي بروح على عالم ثاني، بحط موسيقى هيك وبقعد بعد ساعات برسم. كثير انتقلت لجو ثاني، وحتى حسيت كثير برواق وكول يعني. تمام تمام، بس بيحرر طاقته يمكن او توتره، يمكن بيخفف توتر الرسم. طيب سماح، ذكرتي انه انت كنت ترسمي بالاول افلام كرتون مثلا، جربتي تكملي بهذا الموضوع، تعملي خط لك؟ لانه يمكن احنا بالعالم العربي عموما وبسوريا خصوصا عندنا نقص بالناس اللي بترسم رسوم متحركة. احنا معنا رسوم متحركة عربية غالبا منجيبها من برا مترجمة وغيرها. جربتي تعملي هذا الخط وتكملي فيه ولا لا؟ ما خطر لا لك. هو كان انه كنت انا صغيرة يعني هيك انه طفلة شايفة رسمة بقلدها، بس لا ما خطر لي والله. انا كان انا بشكل عام بحب الاعمال اليدوية، بحب الكروشيه والصوف والخياطة. بتشتغليون؟ بساويون يعني. بحب الطبخ والحلويات كتير يعني، بعلم طبخ على الفيس وحلويات. هذا الشيء يعني انه بخلاني، هو كله بينفذ على بعضه يعني، كله فن، كله مجالات فنون. وليك يعني كمان انه مستخدم السوشيال ميديا كمان. صحيح. لحتى يعني تعرضي اعمالك او الشيء اللي انت بتمتهنيه، ومثل ما ذكرتي في اللوحه تبع الختيار والختياره كمان اخذتيها من الانستغرام. معناتها فينا نقول عندك انت معرض الكتروني، يعني هذا المعرض موجود على صفحتك. في شيء احمد كمان استعرضته؟ كم بقيان في لوحه؟ لا، البقيانين استعرضناهم موجودين ما شاء الله، يعني جاي بمجموعه كبيره. وهذا يعني انه اللي قدرنا نحن، بس في اللوحه الثانيه ما عرضناها لسه، هي واللي وراها بدور. تمام. هاي الوانها يعني شتي بقى هون، رحتي للبرد للتظليل الاسود والرمادي كمان هون، بتعطي بروده بالايحاء. فنحن لاحظنا انك انت بتستعملي بلوحاتك الالوان الحاره والالوان البارده، اي بتلاقيه اقرب لك سماح؟ هلا انا بحب الالوان الفاتحه، بحب الفرح يعني. بس لا، هي انه كان فيها انه مثلا المي على الارض، يعني لها قصه هيك انه في نازل ثلج وفي مي على الارض، وفي يعني الابيض مسيطر هون. فبالتالي فينا نصنفها من الالوان. بس كل لوحه لها جوها يعني، في لوحات يعني بتلزم هيك وبيلزم هيك. تماما، حسب الفكره وحسب مضمون اللي انت بدك تطلعيه لهون. ما بعرف يعني، فينا الانسان لما بينظر للوحه معينه، اي زائر اي زواق ممكن يعني بتختلف الاراء. هلا ممكن انا اشوف فيها فكره وقصه، ممكن بدور تشوف قصه ثانيه مثلا فيها. فهذا ما بيخلق جدل يعني مثلا، وممكن انه نوعا ما يشتت الهدف نوعا ما من وجهه نظرك. هلا هو بالنتيجه رح يكون هدف حلو يعني، وهو يعني لازم يعني الفن بيقولوا لازم يكون مثير للجدل يعني، مشان هيك شغلنا. تماما تماما. يعني ممكن لاحظ في تامل، ممكن لاحظ في حزن، ممكن هاي توحي مثلا حتى ممكن يكون مثلا بالوحده، ممكن يكون انه بافكار كثير ممكن تنطرح يعني من قراءه لوحه معينه. هلا اللوحه الاخيره اللي معنا كثير حلوه كمان، الوان مشرقه، هاي كأنه إلى علاقة ببيئتنا الشامية أو الريفية بشكل عام. ما بعرف كيف أنت وين كنت يعني، كيف اجت الفكره يعني؟ كمان هاي الصوره انت جبتيها وطورتيها مثلا؟ ايه شفتها، ضبطي لمساتك. بس انه يعني لعبت بألوانها شوي، حسيتها كمان هيك لها قصه، بتحكي عن مجتمعنا شوي. تمام. عن ديكور وطبيعه صامته حتى. تمام. كمان تمام. هلا معناتها بعد ما استعرضنا هاي اللوحات وفعلا استمتعنا بالالوان وبطريقه يعني فكرتك انت كيف بتستعاملي مع اللوحه، خلينا هلا نرجع لطقوس سماح. لما بدك تختاري اي موضوع ترسميه
بتعتمدي بشكل مباشر على قالب جاهز ولا من بنات أفكارك وبعدين بترجعي بتدخلي فيه مثلا شغلات جاهزة؟ شو بتعملي؟ شو بتتصرفي لحتى بالنهاية اللوحة منك توصل للشكل النهائي؟ ممكن تاخد يوم، ممكن يومين، يعني بشكل عام احكي لنا عن رسمك، كيف بدايات الرسمة لنهاياتها. لأنا وقت في لوحات بشوفها دغري برسمها من دون ما أفكر، أنا كثير بتعجبني. في لوحات تاخذ كم وقت كثير طويل لأنه فيها تفاصيل أو تكون حجمها كبير، بس التفاصيل أوقات وإذا كان في جسم يعني تظلي هدول بدهم كمان وقت شوي. بس كمان انتقاء اللوحة، بحب اللوحة اللي بتحكي لي لها قصة، اللي بتعبر عن شيء معين أكثر. تمام تمام. طيب كمان ذكرتي إنه أنت عندك موهبة أو مهتمة بموضوع الخط، بتحبي التخطيط او هيك، جربتي ممكن تدخليه بلوحه معينه او ما بعرف كيف، كونه نحن كعرب بنحب موضوع الخط يعني بيجذبنا الخط الجميل. هلا انا لاني دارسه خط النسخ يعني منيح بقى انه ممكن، بس انا اني جديده لسه ما كثير يعني فكرت بهيك قصص. حلو التواضع، يعني دائما يعني بحسك عم تتواضع، بس فعلا في قدرات واضحه تماما. يعني يمكن انت بشويه يعني فينا نقول ثقل اكاديمي اكثر، اكيد نحن متوقع لك انه يكون اسمك يعني سماح زرزور يعني رح يصير بالساحة الفنية يلمع أكثر وأكثر إن شاء الله. شو مخططاتك لتوصلي لهاي المرحلة، لنجوم، لتكوني من نجوم الفنانين من الصف الأول؟ وبيطلع لك يعني بصراحة بيلبق لك بجد. ايه فعلا، يعني نحن عم نشوف انه حدا عم يرسم كل شيء سواء بورتري او طبيعة، فليش لا؟ هلا انا يعني اكيد بفكر اتطور واجي هالشغله عندي راس اكثر، لانه انا كثير مستمتعه. ممكن لو تكون الشغله عن موهبه وانه شغله تحبها بتصير بتعطي اكثر، لانه ما تكون اجباريه، حتكون انت بمحبه. جربتي تتواصلي مع فنانين مشهورين بالبلد؟ يعني لا. انك تاخذي رايهم بلوحاتك مثلا، او انه مثلا ما بعرف تبني جسور صداقه معهم مثلا؟ ان شاء الله ضروري، يعني ضروري ان شاء الله يكون هذا الشيء، وضروري نشوف لك معارض قريبا، واكيد نحن كقناة التربوية أكيد منكون معك ومنغطي لك أي عمل لك، لأنه نحن أكيد بهمنا ندعم المواهب أيا كانت. بدنا نشكرك طبعا على كل هالجمال اللي موجود، نتمنى لك التوفيق دائما، نتمنى هيك المقابلة الجاي يكون نحكي عن المعرض الأول لك سماح زرزور الفنانة إذا فينا نقول. شكرا كثير لوجودك اليوم معنا. كمان نحن بنتشرف أنه اللوحات لأول مرة بتنعرض على الشاشة، هي شاشتنا شاشة التربوية، وإن شاء الله مثل ما ذكرت بدور بالأيام القادمة بنكون معك بالمعارض واللوحات الجديدة اللي رح تضيفيها لهي اللوحات. شكرا لحضرتك طبعا.